السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوعين مهمين. أول موضوع هي الأدوات أو التولز اللي أنا بستخدمها في الجيم علشان تديني سبورت، زي الشدادات، زي الركبة، زي حزام الظهر، الحاجات دي كلها. خلينا نفهم يا جماعة الحاجات دي الأول كويسة ولا وحشة، ولو كويسة بستخدمها إزاي. أول حاجة، أنت أي مفصل عندك في الجسم بيبقى حواليه أربطة، وظيفة الأساسية للأربطة دي إنها تثبت المفصل، تديله سبورت، تتأكد إن هو بيمشي في الاتجاه المظبوط بتاعه والمدى الحركي بتاعه. وفي عضلات حوالين المفصل وظيفتها إنها تحركه وتثبته بحيث إن هو يقدر يعمل الواجب الحركي اللي مطلوب منه. طيب، لما بيبقى في خلل في الأربطة أو في العضلات اللي دي وظيفتها، هيجي الدكتور يقولك أنت عندك مشكلة، البس بقى ريست سبورت لأن أنت عندك مشكلة في الأربطة بتاعتك، لما تخف يبقى شيل الريست تاني. يعني حاجة مؤقتة بتساعدك لحد ما الانفلاميشن او المشكلة اللي عندك تروح. البس الركبة دي لان الاربطة بتاعت الركبة فيها التهاب، علشان الركبة دي هتساعدك تعمل الواجب الحركي المطلوب منك. اول ما الالتهاب يروح شيل الركبة. يبقى استخدامها الاول كعلاج او كسبورت لفترة معينة لحد ما الاربطة والعضلات بتاعتك ترجع لحالتها الطبيعية. ده اول استخدام. تاني استخدام، الناس بقى اللي بتشيل اوزان تقيله جدا او بتكسر وزنها، الناس اللي بتلعب ويت ليفتنج، الناس دي بتوصل لدرجه استرس عاليه جدا، فبيبقى خايف للعضلات بتاعته او الاربطه ما تستحملش ده. فمن باب عوامل الامن والسلامه هو بيلبس حزام الظهر ده، بيلبس الركبه دي. ليه؟ علشان يضمن ان مفيش حاجه تحصل غلط. يعني في حاله التامين ان انت خايف فبتلبسها، ودي بتبقى في الاوزان التقيله جدا. انما الغلط تماما ان انت تبقى بتلبس الحزام او الركب او الشدادات من باب العاده اليوميه، من باب اللي انت بمجرد ان انت هتشيل وزن اتقل. لا، انت لو جسمك اتعود عليها، خد بالك ان انت العضلات او الجزء اللي انت بتساعده ده بيضعف، ما بيبقاش زي الباقي. انت لما بتيجي تعمل حاجه زي سكوات، دي مجموعه عضلات بتشتغل مع بعض، فلما تيجي تشيل وانت لابس حزام الظهر، خد بالك انت رجليك هتتطور والكوادريسبس والهامسترنج والحاجات دي كلها هتتطور، بس عضلات ظهرك مش هتشتغل بالشكل المطلوب بتاعهم. رجليك قدرت تشيل ال 100 كيلو، انما ظهرك لا، ده انت غشيت، ظهرك ما يقدرش يشيل ال 100. الحزام ساعده. اللحظه اللي هتقلع فيها الحزام لا قدر الله هيجي لك مزق، لان مجموعه العضلات مش كلها متساويه وقادره تشيل الوزن. يعني لو انت لبستها عمال على بطال، مع الوقت هتعمل عدم اتزان عضلي، في مجموعه عضلات منك هتضعف لانك ما شغلتهاش، لان هي ما اخدتش نفس الحمل اللي خدته العضلات التانيه. يا جماعه، استخدام الادوات المساعده دي، الشدادات والركب وحزام الظهر، بيبقى في حالتين بس. ان انت عندك مشكله في الاربطه والعضلات بتاعتك الاساسيه، فدي بتساعدك لمده محدده وبتشيلها تاني لما تخف، او ان انت بتشيل وزن تقيل جدا وخايف. فكره اللي انت تلبسها على طول وتتعود عليها مضره، وبتضعف العضلات بتاعتك اللي مسؤوليتها انها تعمل الاتزان ده، بتضعف الاربطه بتاعتك اللي مسؤوليتها انها تعمل السبورت ده. تمام؟ ده اول موضوع. تاني موضوع، الناس يا جماعة اللي بتساعد بعض في الجيم. يعني بتلاقي كتير واحد عايز يعمل تمرين معين، فيجيب واحد من زمايله يقف وراه يساعده. الموضوع ده علشان تبقوا فاهمين ايه دور الشخص اللي ورا، هو دور الشخص اللي ورا ولا حاجة، مش المفروض انه يشيل معاك خالص. هو كل دوره ان لو لا قدر الله انت جبت اخك والبار هيقع منك، ياخده منك. ان لو الدمبلز هيقع عليك، يبعده عنك، مش ان هو يشيل معاك. مش ان انت تبقى بتلعب شست بريس وهو اساسا ماسك ايديك الاثنين وعمال يشيل معاك، ان انت بتلعب بالبار، انت بتلعب شست وهو بيلعب كتف عمال يشد خالص. انت كده بتضلل نفسك، انت كده الوزن اللي انت متخيل ان انت شلته انت ما شلتوش، هو شاله معاك. انت كده بتدي لنفسك سترنس معينه مش حقيقيه، بل بالعكس، انت في عضلات دايما كل مهمتها انها تعمل اتزان وانها تمشي معاك. ان هو بيتدخل وبيمشي وبيدخل معاك في الموضوع، العضلات دي ممكن يحصل لها مشكله، الحركه مش طبيعيه، الحركه حد اللي ممشيها لك مش انت اللي عامل كنترول عليها. مفيش يا جماعه، من باب الامن طبعا والامان في الجيم عشان ما يحصلكش اصابه، مفيش حاجه اسمها ان حد يساعدك فيخليك تتوهم ان انت شايل وزن مش قادر تشيله. دور الشخص ده يامنك بس ان لو لا قدر الله هتقع، ياخد البار منك، مش اتنين بيشيلوا الوزن مع بعض ومتخيلين ان احنا كده بنعمل حاجه كويسه. وشكرا.